وقد صرح أيضا بأن كل هذا الدمار الذي حل بالعالم واتجاه الجنس البشري نحو الانقراض قد كان نتيجة للبصمة الكربونية. الكربون موجود بشكل كبير في حياتنا، بس عمرنا ما فكرنا انه ممكن يكون السبب في موتنا كلنا، وده اللي بنسميه البصمة الكربونية. البصمة الكربونية هي كمية انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، واللي بتحصل بسبب معظم انشطة حياتنا اليومية، من اول ما بتصحى من النوم وبمجرد ما بتفتح النور او تشغل اي جهاز كهربي فانت بتسبب انبعاث كربوني، وده لأن صناعة الطاقة الكهربائية بتسبب تقريباً نص انبعاثات الكربون في العالم. حتى المية اللي بتشربها أو اللي بتستخدمها بشكل عام لو أهدرت فيها هتسبب انبعاثات كربونية، وده لأن عملية تنقية المية بتستهلك كمية كبيرة جداً من الكربون. ده حتى وانت رايح تشوف أكل عيشك فانت بتشارك في زيادة البصمة الكربونية، وده بسبب الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود، واللي مش بس بتسبب بصمة كربونية لا دي كمان بتضر الإنسان وبتأذيه، وده لأنها قادرة جدا على الإصابة بالسرطان والأمراض الرئوية. وصلت شغلك؟ طبعا انت فاكر نفسك بتفيد البشرية وبتقدم لها خدمة عظيمة، بس للأسف انت كمان بتضرها، وده لأن مع كل جهاز بتشغله وكل قطعة بتنتجها وكل مخلفات بتتخلص منها فانت بتلوث المية وبتقضي على جزء كبير جدا من الغلاف الأخضر وبتموت التربة، وطبعا بتزود نسبة الكربون. على فكرة انت بإيدك تمنع كل ده لو بس غيرت شوية من اسلوب حياتك اليومية. رشد في كل حاجة بتستخدمها، كهرباء، مية، استخدم الحاجة على قد الحاجة، عيش حياة صحية وخليك صديق للبيئة. مش لازم تركب مواصلات، ممكن تتمشى او تركب عجل، ولو مضطر تركب فممكن تركب عربيات صديقة للبيئة. وما تنساش تقلل من المنتجات المصنعة وركز أكتر على كل حاجة خضرة وطبيعية، وحاول على قد ما تقدر تمنع أي محاولة لقطع الأشجار. حاول تبعد عن أي عملية حرق، ابعد بنفسك عشان ما تتأذيش، وابعد عن المشاركة في الفعل ده عشان ما تأذيش غيرك، سواء كان حرق المخلفات الصناعية أو الزراعية زي قش الرز، وامنع تماما عن حرق البلاستيك عشان تقدر تعيش في بيئة صحية خضراء ونحافظ على كوكبنا وعلى الجنس البشري. تخيل الحياة بنسبة قليلة من الكربون هتكون عاملة ازاي؟